بصور، الأسبوع الماضي كرمنا الأم بعيدة وخصصنا حلقة كاملة عشرفها. بهالحلقة بعد كم يوم على عيد الطفل قررنا نعطي الأطفال جزء كبير من اختباراتنا. وقبل ما نبلش اختباراتنا لليلة بذكركم أنه ناطر تعليقاتكم على السوشيال ميديا على هاشتاغ مش انت. احضروا معي. ما بنختلف انه هندسه شوارعنا مش حاسب حساب لذوي الاحتياجات الخاصه خصوصا المقعدين، واغلب مؤسساتنا ما بتخصص لهم ممرات او حمامات خاصه فيهم. طيب اذا دولتنا ومؤسساتنا مش عاملين اللي عليهم، نحن كمواطنين مش مقعدين مستعدين نقدم دعمنا لهالناس؟ اختبارنا ولا ابسط، شخص مقعد بالشارع عايز مساعده تيتنقل، بتساعده؟ تجربتنا صورناها على مراحل تنضوي على نقطتين، قد ايه لبنان مش مجهز لتأمين راحة هالأشخاص وكيف مجتمعنا بيتعامل معهم. احضروا معي. لمثل معنا بهالاختبار شاب اسمه شادي، بالفعل مقعد. اختبارنا مقسم على مرحلتين. بالمرحلة الأولى شادي بده يجرب يطلع بالباص، هل رح يساعدوه السائقين والركاب؟ فيك تحملني من كتافي والشاب يحملني من إجري، تتسكر هيك. بالمرحلة الثانية شادي بده يطلع على جسر المشاة طيقطع الأوتوستراد من ميلة لميلة، قدي رح يلاقي متبرعين يحملوه على الدرج؟ شيل معي واحد، شيل معي، يلا قول يا رب. كلكم زور. اختبارنا صورناه على الدورة، وبالفعل على مدى كذا ساعة لقينا تفاعل أكثر من إيجابي، إن كان من قبل سايقين الباصات اللي ما حدا منهم ما وقف له وطول باله عليه وتبرع يساعده، أو من الركاب اللي لاحظنا عندهم اندفاع رائع لمساعدة شادي وحمله، أو من المارقين بالشارع اللي كتار منهم ما ترددوا للحظة يحملوا شادي على درج جسر المشاة. بس نظراً لوضع شادي اضطرينا نوقف، لأنه تنفيذ هالاختبار مع شخص عن جد مقعد صعب كتير، ومجرد حمله كان عم بيسبب إرهاق لشادي ولفريق العمل. شفتوا قداب لبنان حياة المقعد صعبة؟ عدنا الاختبار بيوم تاني مع تعديل بسيط. ممثلنا هالمرة طفل عم بيلعب دور المقعد ومعه أمه، واخترنا ممثل ما عنده احتياجات خاصة لسببين. الأول إنه ما بدنا نرجع نعذب المقعد الحقيقي، والثاني إنه بدنا نسهل عملية تصوير الاختبار. احضروا معي. نحن على الدورة زرعنا كاميراتنا بكل الشارع، رولا بدور الأم وأليكسي بدور الصبي المقعد، واقفين على الرصيف والبساط عم تمروا. على توني؟ قبل بحوالي 100 متر من وصول كل باص لعند الأم وابنها بيطلع ناجي من فريق عملنا ومعه مصور حامل كاميرا خفية بهدف يرصدوا شو عم بيصير من جوا لحظة وصول الباص لعند رولا وأليكسي. أنت الياس؟ في حدا يساعدنا بس؟ هو بس إذا بتحمله وتحطه بجوا أنا بحمله الكرسي. رولا طلبت المساعدة تطلع الصبي على الباص، ومن دون تردد هالسيق نسي الركاب ونسي السير، وقف الباص ونزل حمل أليكسي. تحت إجرين، تحت إجرين، شد حالك ماما. بس بدي عزبك بالكرسي؟ يلا. هيدا أول شوفير أبداً ما تردد يساعد، هل الكل مثله؟ دورة؟ إيش؟ في حدا يساعدنا؟ بكل همة اللي ساعد هالمرة راكب. ثلاثة ولا واحد؟ أنا وأنت. أنا وياك؟ طيب يلا. ما تخاف ماما. اطلع اطلع اطلع. عم يكون على إجري ما بحس فيهم لأنه. وما قبل إلا يعطي أليكسي مطرحه ويأمن له راحته. كرسي هلا. عم بعزمكم شباب. بس كتير. يعطيك العافية قبل ما تمشي. انت مشارك ببرنامج تجارب اجتماعيه هلا، شو اللي خليك تتدخل؟ طنطو شفنا ضرير يعني هلا الطريق ما بتركب الطريق، في مشكله يعني تاخرت انا راكب وساعدتها، بتقول لي ساعدني المدام وساعدتها للمدام. ليه ساعدتها؟ ليه ما قعدت هيك؟ ما لا معقوله حدا بشوف واحد يعني وما بساعده؟ مش معقوله يعني.
وهيدا شوفير جديد تجاوب وفاعل خير جديد ساعد. بحمله انت؟ انا بحمل الكرسي. اجري تحت اجري لان اجري ما بحس فيهم. شكرا. هيك 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 لو سمحت. شكرا كثير. قعدنا حدا؟ يعطيك العافية. حضرتها ممثلة معنا وابنها ممثل معنا واليوم هدف تجربة لنشوف هالعالم بيوقفوا وبيساعدوا صبي مقعد بالباص بيقبلوا. اسمع ردة فعلك ليش؟ خير خير حلو. تخيل مرتي يعني مقعد سمعت علي طفلي شي عمره 12 سنة 13 سنة فعادي يعني انه بنساعده ليش ما بنساعده؟ هني ورولا وأليكسي عم بيمثلوا المشهد من جديد. نزل من الباص هالشخص اللي اضطرينا نخبي وجهه كونه من السلك العسكري ومع انه كان فالل حمل الصبي، ولما الشوفير شاف المشهد وقف وطول باله لحتى أليكسي يمشي حاله. اوعى اجري بس اجري ماما عمرت لك تعزبك الكرسي بس. يعطيك العافية. يعطيك العافية. بدي اخذ دقيقة من وقتك بس. انساني شغلة انساني يعني. بس مش كل العالم بتفكر هيك. لا اكيد بدك تفكر هيك لانه اعتبره خيك اعتبره ابنك اعتبره هيك. ثلاثة معرضين لهالحالة. ما حدا من سيئين الباصات رفض المساعدة اللي رولا طلبتها. حتى الركاب اللي الام ما طلبت منهم المساعدة مباشرة بادروا منهم لحالهم يساعدوها. قولكن لما بيتحول الموضوع لطلع الدرج شو رح تكون النتيجة؟ خليكن معنا لنعرف بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا أليكسي الطفل اللي عم بيمثل انه مقعد عايز يطلع بالباص. السيئين ما ترددوا يساعدوه وكتير من الركاب كان عندهم الاندفاع يساعدوه من قلبهم. اختبارنا مكفى مع الصبي وامه. كمان عالدورة رولا وأليكسي عجن بالطريق. رولا عايزة تقطع على الميل التاني من الأوتوستراد بس حالة ابنها عم تشكل لها صعوبة. سوري بونجور، ما في محل خصوصي للعربية؟ لا أنا إذا ما نقطع الأوتوستراد. لا أو بدك تشوفي حدا يساعدك. هالشبان اللي من الأساس رولا ما توجهت لهم بالحكي ولا حتى طلبت منهم المساعدة هن اللي عرضوا خدماتهم. شوي شوي أليكسي عمهلك مرحب وما قبلوا إلا يكملوا منيح للآخر ويطلعوا أليكسي كل الدرج. عن جد أنا بشكركم كثير. وعراس الدرج خبرناه. ولا بعد في ناس أولي بدي أسمع شو اللي خليكم تساعدون. يعني أنا أخواتي بحسب أخواتي على أمي يعني. أيوة كلها هدنا أخوات. كيف نحن عرب أولاً ثانياً هذا طفل إذا ما ساعدته أنا أو هو أو أي شخص ثاني يعني نعتبر إنه ما فينا دم ما فينا أصول عربية وهيك تربينا نحن. سوري ما في مطرح أقدر طلعه على الكرسي؟ للأسف لا. إذا واحد بده يقطع كيف بيقطع؟ هاي الدولة. هاي الدولة. اللي حكاها الشاب بيختصر الهدف من كل اختبارنا. ساعدك بس ما عندك مشكله ثانيه ما لك اسئله. يعني ساعدك ورغم انه بالبدله الرسميه وبكامل اناقته ما تردد يعرض مساعده. انا بس بدي طلعه لفوق. كيف؟ هالوقت في حدا لفتوا المشهد هو عم بيسوق سيارته. بتعذبك بدنا نحطه بالسيارة. وقف وكمان عرض مساعدة ورولا قبلت. وقف ولا ما في وقف؟ لا ما في وقف. يا رب. ولما صار جاهز ينقل الابن وامه خبرني. نحن برنامج تجربة اجتماعية. شفتها بدها تطلع الكرسي على الجسر صعب كثير سو عرضت عليها انه هيك بس ذاتس ات.
ايه ما عليه حرام، لما تكون عم تساعد شخص ما بتحسب الوقت، عرفت كيف؟ انه ساعدتهم الله بيرجع لك اياها. ما في محل خصوصي بيطلعوا؟ ما فيك تساعدني لحالك. خلص ما بس انا مساعدك في بدك تقطع. كيف بدك تقطع؟ هالشاب كمان قرر يساعد من دون حساب. بدي اعذبك. لوحده حمل الكسي. بدي اعذبكم شباب. ولأنه عمل الخير بيعدي، صاروا أربع أشخاص ما بيعرفوا بعضهم حملين الصبي. ما في هون كرسي خصوصي، محل خصوصي بيطلع عليه؟ الله يعطيك. أول شيء ما بقى في منكم كثير، نحن برنامج تجارب اجتماعية. يا أهلا وسهلا. ألكسي ممثل معنا؟ مدام رولا ممثلة معنا. أنتوا شاركتوا بهالتجربة؟ بدي اسالكم ليش؟ ليه ساعدتوا شخص عجز؟ سألنا طلعنا على الدرج لحاله طالع، طلعنا ساعدنا. بده مساعدة اجباري. ما بيأثر، ما بيأثر يعني. مساعدة انسانية ما بيأثر. شو بيخليك تتدخل؟ بدك تحمله وتكتب. انا بيهمني هيك شخص انه ساعده. ما انا جربت بدي اشيله لحالي. شال لحاله بس ما قدرش. بعدين اجوا الشباب ساعدوني. عدنا التجربة من اللحظات الأولى لتصوير هالجولة من اختبارنا. بتوقف قدامنا سيارة تاكسي وبينزل منها شخص. السيارة بعدها واقفة ورولا بعدها ضايعة كيف بدها تطلع ابنها على الدرج. وبعد كم ثانية بينزل شخصين مش كتير أكبر من أليكسي، وبلا ما يسألوا عن تفاصيل قربوا يساعدوا. انتوا رايحين بالسيرفيس؟ لا نازلين هون. نازلين هون. شجاعة هالشبان الصغار دفعت شوفار التاكسي ينزل من سيارته ويساعد على قد ما عمره بيسمح له. حتى لما لزم الأمر يساعد بحمل الصبي ما تردد. يعطيكم العافية شباب. كيفكم؟ خبرني شو صار معك. كنا بالسيرفيس. شافوا الصبي انه فكرت انه شافوا بده يطلعوا لفوق بس مش عارفه كيف متلكه وهيك. قال لي انه ننزل كرمال نساعدها. قلت له اسالها انه بركي بده تطلعوا لحتى ننزل دغري. احنا اصلا نازلين هون. حالات هيك ما فيك تمشي فيه، ما فيك تضلك ماشي، بدك توقف خصوصي درج يعني، لازم يكون مأهل للمعاقين. اكيد حضرتك صفيت السيارة؟ صفيت التاكسي ونزلت شفت الشباب وكانوا معي بالسيارة والله يعني. سألوا المدام قالت له ايه، فأنا عم طلع فيه وقلت لا مش رح يقدروا لحالهم، بس أنا عم بلهت ويعطيكم ألف عافية. شفت المدام يعني لحالها فمش عارف أنا كنت تطلع أو ناطر حدا، فقلت له يلا قوم نسأله المدام ونزلنا. سألته يعني لصاحب السيرفيس وين كنت رايحين؟ سألية. لا هون عم برج حمود على ساعة البلدية كرمال هيك إنه أكيد بنفينا يعني إذا نحن محله نفس الشيء. يمكن هين على رجال يقدموا مساعدة بهيك حالة، بس كيف معقول نسوان يتصرفوا؟ الجواب بعد البريك. قبل الفاصل شفنا كيف الناس تفاعلوا مع أم عم بتحاول تقطع ابنها الأوتوستراد. معظم اللي ساعدوا كانوا رجال، بس هلأ صادف مرور مجموعة نسوان. بدي طلعوا لفوق. لوين؟ لتاني ميل، بس ما فيك تساعديني. طب ما في حدا هون شباب هيك فيني ساعدك؟ سلامتك. بساعد أنا وياكي إذا بدك. كيف بكون ساعدوني؟ بس تقيلة هي. تقيلة فيك تساعديني بس تقيلة. بدك تخليه على الكرسي. لا خلص معلم ما بدي أعذبكم، بدك تخليه على الكرسي صح؟ إيه أنا بحبه. ولأنه ما بيهين علينا نعذب النسوان، وقبل ما يحملوا أليكسي خبرناهم إن فريق مش أنت. أنا نفس الحالي، نحن ومنساعده ومش غلط أنك تساعده،
يعني إذا إنسان عنده إعاقة وما قادر يساعد حاله بنتركه؟ يعني حرام مرة واقفة لحالة، إنه إذا فيني ساعد بساعدها ليش لا؟ قلت لها عند يعني إنه منتساعد. رولا ناطرة سألت كيف معقول تقطع أليكسي؟ خلي ما في مطرح خصوصي إذا بدي مرق الكرسي لتاني ميل؟ ما في؟ صعبة إذا بدي أقطعه لتاني ميل ما في؟ لا من هون ما بقدر، ما في. شو مجهز؟ ما لقيت جواب. فلو اللي كانت عم تحكي معهم وبعد لحظات قليلة رجع. أنا بدك تمشي بدك تبرم من تحت الجسر بدك ترجع تشوف. كيف بدي أبرم من تحت الجسر؟ ماشي؟ هي قطع ماشي؟ بس مشوار بعيد. وهو والشخص الأول عم بيعطيها توجيهات ليسهل طريقة، ما لقينا إلا الشخص الثاني حمل أليكسي ومشي. ما بدي أعزمك فيك لحالك؟ بدي حدا بس المساعدة اجت بصمت، بس المشهد اللي شفناه حكي كتير. شو في جمعية او هيك شيء انت بتشتغل فيها؟ نحن؟ انه بتقضي عليها؟ ايه صافيك مزبوط. انت شاركت هلا بتجربة اجتماعية، نحن برنامجنا تجربة اجتماعية. مش انت ايوه. بتعرف البرنامج؟ بتعرف بتابعه؟ بدنا نعرف شو اللي خليك تتدخل. انا كنت بجمعية بسوريا سما عائلة عمانوئيل. اوكي عائلة عمانوئيل. ايمان ونور. اوكي ايمان ونور. هي عالمية. اوكي ايطالية. بقى صار لي سنتين انا هون بهالبلد بسأل انه في جمعية ايمان ونور، كنت عم اسألك بعد ما خلصت السؤال انت وما لقيت انه او ما صار المجال اني يفوت او اسأل اكثر لحتى افوت بهذا المجال. انا كنت ساعد يعني بهذا المجال. الكل شهم، الكل إنساني، الكل ساعد. هالاختبار كان إثبات على أنه بلبنان ما حدا بيتردد يساعد شخص مقعد أو عنده احتياجات خاصة. بس مش هيدا الهدف من التجربة. اللي ساعدوا كتار إيه؟ بس قديه المساعدة كلفتهم وقت وتعب جسدي وكلفت المقعد الوقت ذاته والتعب ذاته. هيدا بس لأنه ببلدنا ما في باصات مجهزة أو طرقات خاصة بالمقعدين. كمان مرة المجتمع عمل اللي عليه، ولكن الدولة هي اللي مقصرة، لأنه بالنهاية حقه للمقعد يعيش حياته مثله مثل غيره من دون ما يحس حاله تقيل على حدا أو حمل على المجتمع. من كم أسبوع عملنا بمش أنت اختبار لنشوف قدي مجتمعنا بيشارك الآخر بحزنه. بوقتها إذا بتتذكروا الممثل علي لبس عوينات سماك، حمل تليفون وصار يبرم بالشارع ويدعي أنه عنده مشكلة بنظره ومش قادر يقشع منيح، وصار يطلب من الناس يقروا له مسج وصله من أمه مكتوب فيها أنه بيه توفى. سوري بس فيك كمان بقدر أقرأ؟ عشان بقدر أقرأ بليز. ماما بيه توفى، تعا هلا على المستشفى. لا ما تقولها، ما تقولها، ما المعرفة تقولها، بليز ما تقولها. بيك توفى، تعا هلا على المستشفى. لا ما تقولها، ما تقولها، ما المعروف. عم تمزح، اللي عم بمزح ما المعروف. لا لا صدقني هيك. أكيد أنت؟ إيه. تقولها ما المعروف. إيه إيه. لا ما تقولها، لا بليز ما تقولها، عم تمزح. أكيد عم تمزح. ضحيانا أغلبهم قريوا المسج لعلي، وشفنا كتير ناس شاركوه حزنه وقدموا له مواساة بطرق مختلفة. طيب شو رأيكم لو الممثل ذاته نزل على الشارع ذاته لابس العوينات ذاتهم وحامل التليفون ذاته وبالحجة ذاتها طلب من الناس يقروا له مسج بيقول إنه مرته اللي بأمريكا جابت توم؟ مجتمعنا اللي بيشارك الآخر بحزنه قدي أقولكم مستعد يشارك هالآخر بفرحه؟ حضروا معي. بلش اختبارنا. صباحه
يعطيك العافية، بس في مجلس تقريلها المصر مش عم مدرق شاه. قلت ماما حبيبي بعدني طالعة من الغرفة وجاك توم. يا الله يا الله، يتربى بعزك. الله يخليك يا رب. عندك اللي قري المسج وبس، من دون لا مشاعر ولا حتى تهنية. بس في مجال تقريلي هيدي مش عم بقدر اقشع منيح. ماما حبيبي بعدني طالعة من الغرفة جاكتون جاكتون يتربوا بعزة. كلك ذوق، أنا ممنونك. تانكيو لألك، الله يخلي لك ولادك حبيبي. تانكيو تانكيو لألك، أنا بتشكرك حبيبي. أكيد أكيد إجاني توم، أكيد إجاك توم. طب ما كاتبين إذا ليش كاتبين؟ ماما حبيبي بعدني طالعة من غرفتي إجاك توم يتربوا بعزة. يا الله يا الله، شو الخبرية هاي؟ شو الخبرية هاي؟ كيف بدي اتشكرك؟ انا كيف بدي اتشكرك؟ يا الله، من منهم هون؟ اللي بامريكا كيف؟ وانا هون لي 6 اشهر وهن فوق بعتهم لجوء. عرفت كيف؟ فهلا بدي اتصل فيهم دغري. كيف؟ يلا انا بتشكرك على الخبريه الحلوه. ثانك يو. عشان بقدر عندي عمى قريب. وعندك اللي اكتفى ببسمه مع كلمه مبروك. إجاك توم يتربى. يا الله، عم تحكي جد انت؟ اكيد متاكد؟ اكيد متاكد هيك منا. يا الله يا الله يا الله، انا بتشكرك كثير. بتشكر. ثانك يو. إجاك توم يتربى عزك. عم تحكي جد؟ ثانك يو لك، انا بتشكرك. الله يرزقك، الله يفتح بوجهك يا رب. طب اذا في اذا صبي او بنت كاتبين شيء؟ لا كاتبه لا، يتربوا بعزه. يا الله يا الله، شو الخبريه الحلوه، شو الخبريه الحلوه. انا بتشكرك يا الله، انا بتشكرك يا الله. الحمد لله الحمد لله. وهلا بدي اتصل فيهم دغري. انا بتشكرك كثير، انا بتشكرك. ثانك يو لك حبيبي، كلك ذوق. الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله على الرزقه. وعندك اللي قال اللازم من كلمات وجمل كليشيه اجمالا بتنقال بهيك مواقف. الله يخلي لك اولادك يا رب. ثانكيو لك، انا بتشكرك. الله يبعث لهم ايام حلوه. وانت كمان لاولادك يا رب، انا بتشكرك. روح الله يفتح بوجهك مثل ما فتحت لي هلا بوجه الباب بهالحياه. ما كان عندي الا هذا الحظ، هذا هو الحظ اللي اجاني. ثانكيو لك عبود. ثانكيو لك. الله معك. عم تحكي جاد؟ اكيد عم تحكي جاد انت. شو الخبريه الحلوه، شو الخبريه الحلوه. طالعين من الغرفه اجيك. يا الله انا بتشكرك. يا الله انا بتشكرك. الحمد لله على سلامتك. الله يخليك يا رب. ماما حبيبي بعدني طالع من الغرفه اجاك توم. وعندك اللي فتح حديث صغير مع علي، كلك ذوق. حتى كلك على القليل يبين له شوية اهتمام. أنا ممنونك، كلك ذوق. الله يخليك، أنا من جنوب. أنا بتشكرك، أنا من دوار. أنا بتشكرك. الله يخلي لك ولادك، الله يخلي لك ولادك حبيبي. ثانك يو لك، ثانك يو، ثانك يو لك، ثانك يو فور، ثانك يو، ثانك يو، ثانك يو. أكيد عم تحكي إجاني توم. طب شوف، الله يبارك فيك حاج. بس في مجال شوف إذا كاتبين إذا صبي أو بنت. ما مكتوب. مش مكتوب ابدا. يا الله، هلا بدي اتصل فيهم. ليش مش عندهم انت موجود؟ هني بامريكا، ظروف صعبه هون انت بتعرف. ثانك يو لك، انا بتشكرك. الله حبيبي. ماما حبيبي بعدني طالعه من الغرفه اجاك توم. اكيد توم. عم تحكي جاد؟ يا الله الحمد لله. شكرا الله. جوز ايه؟ عندك توم؟ هلا اجاني، مش هون بامريكا، مش هون. وليه انت بلبنان؟ ظروف صعبة، انا هجرة اللي 6 اشهر ما شايفهم. وعندك اللي بينت عوجه الفرحة. ايه مبروك. ثانك يو لك، انا بتشكرك. مبروك حبيبي. طلعت المبروك من قلبه. توم صبيان او بنات؟ لا لا، اجاك توم بس. ما قالوا لك اذا شيء ابدا. انا هلا بدي لازم اتصل فيهم، لازم ضروري. يا الله الحمد لله، انا بتشكرك. الله الوحيد اللي اجتني هذه النعمة. الله يخليك. ثانك يو لك. ثانك يو لك، انا بتشكرك. ثانك يو لك حبيبي. تشكري والله. ان شاء الله يكون عندكم اولاد تنبسطوا فيهم. ثانك يو لكم. يلا باي باي. بنهايه هالاختبار فينا نستنتج بكل بساطه انه مجتمعنا بيتعاطف مع الاخر بلحظات الحزن تماما مثل ما بيتعاطف معه بلحظات الفرح.
ما في شيء بيردع مجتمعنا من انه يشارك الاخر بمشاعره، يعني الدنيا بعدها بألف خير. لهون بتكون حلقتنا المليانة مواقف مؤثرة خلصت. بوعدكم انه اللي ناطركم بالحلقات الجاي ما بيقل انسانية عن اللي شفتوه بحلقة الليلة. انطرونا الثلاثة الجاي بالوقت ذاته. باي باي.